كيكة الكريم كراميلي من الكيكات اللي لازم بجد تجربيها، طعمها حلو وبتدوب في البق دوب، ومكونات سهلة جدا وبسيطة، هتعملي أحلى كيكة لولادك وتفرحيهم بيها. تعالوا نبدأ كده ونشوف هنعملها مع بعض ازاي، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان دايما توصلكوا كل الوصفات اللي بنزلها. في درق الخلاط هنا هحط كوباية من السكر وكوباية من اللبن، وكله بكوباية واحدة او مكيال واحد، وكوباية كمان من الزيت، وهحط عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر. وضفت عليهم باكو كريم كراميل اي نوع عندك، وهتحتفظي بكيس الكراميل عشان هنشوف هنعمل بيه ايه. وحطيت كيس من الفانيليا وضربتهم كويس في الخلاط لحد ما تجانسوا معانا، واهم خطوة ان ما يكونش فيها اي حبيبات من السكر. وهشيل من الخليط ده كوباية وهحطها في التلاجة، وعلى باقي الخليط هضيف له 2 بيضة ومعلقة كبيرة من الخل، واضربهم تاني في الخلاط لحد ما يتجانسوا معانا ويعملوا معانا فوم بالشكل ده. في الطبق ده حطيت 1.5 كوباية من الدقيق ونخلتهم 3 مرات، وهحط عليهم رشة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنخل البيكنج باودر هو كمان، وهقلب المكونات كده مع بعضها، وهاخد الخليط وهضيفه للدقيق وهقلبهم بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد لحد ما كل المكونات تتجانس معانا وما يبقاش فيها اي تكتلات من الدقيق خالص. هو دوت القوام بتاعها، بيكون قوامها وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. واجيب بايركس وهدهنه بشوية من السمنة وهعفره بشوية من الدقيق، واضيف خليط الكيك في الصينية وهخبطها بس كده خبطتين علشان اطلع منها اي هوا زيادة. طيب تعالوا نشوف مع بعض هنسويها ازاي. شغلت الفرن قبلها ب10 دقايق لحد ما الفرن يكون معانا سخن بس مش سخن قوي، وهدخل فيه صينية الكيك على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي معانا وتاخد اللون الذهبي دوت، بتاخد حوالي من 1/3 ساعة لنص ساعة. هطلعها واسيبها تبرد شوية واسقيها ب1/2 كوباية من اللبن. عاوزة اقولك ان اللبن اللي احنا ضفناه ده هيخلي معانا الكيكة طرية جدا وبتدوب في بقك وانت بتاكليها. هسيب الكيكة لحد ما تتشرب اللبن وتبرد خالص. هجيب الكوباية اللي احنا كنا حطيناها في التلاجة واحطها على وش الكيكة واوزعها بالتساوي على الكيكة بالشكل ده، وهجيب كيس الكراميل اللي احنا كنا خليناه على جنب واحطه كده بشكل عشوائي بالطريقة دي. وعندك خلة او سكينة او شوكة، الحاجة اللي موجودة عندك، وتعملي فيها خطوط رايح جاي زي ما انا بعمل كده لحد ما تديكي الشكل ده في الاخر. وممكن تقطعيها كده على طول وتاكلي منها، لكن لو انت حابة ان هي تكون ساقعة شوية وتتشرب من كل المكونات دي هتحطيها في التلاجة لمدة 1/2 ساعة وبعد كده تقطعيها تطلعي القطعة. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه هشة واسفنجية، وكمان طعمها حلو جدا، هتحسي كأنك بتاكلي قطعة جاتو مش مكلفة وبتكاليف بسيطة وموجودة في كل بيت، تفرحي بيها اولادك وتقدمي منها كمان لضيوفك. جربوها ومستنية رأيكم في التعليقات. وصحتين وهنا.